لو الحكاية فيها إن فيجو 65 يعني كم 65 لما نام في القبر ربنا يخلي القوات المسلحة كلها ربنا يكرمه ويهتم بالقوات المسلحة الناس اللي العساكر اللي هي بتبقى في الجيش ديت يهتم بيها جامد لأن الناس ديت ربنا يعني يكرمها وينصرها ويهتم بالداخلية والداخلية ونشكر الداخلية وزير الداخلية على اهتمامه بالشعب وعلى أنه هو أمن لنا الانتخابات وربنا يبارك فيهم يا رب شكرا